بشار اليوم جتنا واستوديو بالجيت الغالي ولدنا لمسات رني هلا تنصح علينا نحمدك يا رب البرية جانا سلمان وهلبا لمسات رني مرحبا به مرحبا به جديد وحصري جايته مثل السحابة خير وافراح هنية اول افرح والدينا واستوديو من سنين المشترينا لا العمر بحمه وزينا وهبه من ربي وهدية مرحبا بك يا قمرنا يا غلانا يا سعدنا بشفتك يكبر فرحنا ودارنا يشع ضياء واستوديو يا سلمان ما مثل طلتك طلة لكل جديد وحصري قال ملاك ويا ما شاء الله يحفظك رب البرية كالعسل والشهد وأحلى واستوديو لمسات رني ومن جميع الناس أغلى لكل جديد والعمر بوجودك أحلى حي هذا الشوف حيا قرة عيون الحبايب والأهل ويا القرايب سلمان يا أغلى الوهايب يا عسي يا مسندية يحفظك ربي من العيب جعلك إمام المصلي وتكبر على الصلاح والدين كل أيامك هنية يا ولد شيخ المراجل من عرب السلايل له مع الناس قبلية والختم جعل السعادة في حياتك دوم عادة وفالعمر تفرح زيادة يا حفي دهلا الحمية بشار اليوم جتنا بجيت الغالي ولدنا هلت الفرحة علينا نحمدك يا رب البرية واستوديو جانا سلمان وهلبا مرحبا به مرحبا به جايته مثل السحابة خير وافراح هنية اول افرح والدينا من سنين المشترينا لا العمر بسمه وزينا وهبه من ربي وهدية مرحبا بك يا قمرنا يا غلانا يا سعدنا واستوديو بشوفك يكبر فرحنا ودارنا يشع ضياء يا سلمان ما مثل طلتك طلة كالملاك ويا ما شاء الله يحفظك رب البرية كالعسل والشهد وأحلى ومن جميع الناس أغلى واستوديو والعمر بوجودك أحلى حي هذا الشوف حيا قرة عيون الحبايب والأهل ويا القرايب سلمان يا أغلى الوهايب يا عسي مكمدية يحفظك ربي من العيب جعلك إمام المصلي وتكبر على الصلاح والدين كل أيامك هنية يا ولد شيخ المراجل من عرب السلايل له مع الناس قبلية والختم جعل السعادة في حياتك دوم عادة لكل جديد وحصري فالعمر تفرح زيادة 05 يا حفي دهلا الحمية 3 2 3
5 أو استوديو لمسات رنين.